أبونا ميناس فهوم 25 سؤال على السريع. يلا تفضل. شو أكتر رياضة بتحبها؟ سباحة. حلو. اعطيني 3 طرق لصيد السمك. يلي أنا بستخدمهم ولا بشكل عام؟ بشكل عام. بالهجر بيصيدوا بالبارودة وبالشبكة الصيد ويلي بيصيد بالسنارة. حلو. مين مطربك المفضل؟ وديع الصافي الله يرحمه. شو بتسمع انت وعم تسوق؟ مبدئيا مرتي بتجبرني اسمع شغلات هي حاططها يعني هاي الحقيقه يعني. حلو حلو الديمقراطيه. ايه لكان. مين ممثلك الصوري المفضل؟ بسام كوسا. حلو. مين الفنان الملقب بسلطان الطرب؟ هلا هو جورج وسوف بس انا بالنسبه لي منه سلطان الطرب اسف. اها نحترم الاراء نحن. ابونا كمل لي هالغنيه. يا مارق على الطواحين والمي مقطوعه. خايف للدور الطواحين والحلوه يتوعه. الغنيه الثانيه. كان عندنا طاحون على نبع المي. قدام مساحات مزروعه في وجدي كان هيك. صح. اكثر ماده كنت تكرهها بالمدرسه؟ انا بكره كل المواد الحفظيه يلي فيها كثير حفظ مثل التاريخ. مثل القصص هي ما كنت بحبها. أشي لفة. حلو. أبونا أيام المدرسة شو كنت تعمل إيه بوقت الفرصة؟ كنت أتفرج على بنات المدرسة. ضربني وبكى سبقني واشتكى. نعم كنت أسألك أبونا هذا المثل قدامك شو هو؟ ضربني وبكى سبقني واشتكى. هلأ في قدامك اللي بعده آية من الإنجيل. من ضربك على خدك الأيمن فحول له الآخر أو الأيسر. ساطر أبونا. بعده هي الشخصية كتابية. يونان. صح. أبونا شو أحلى فيلم أفلام كرتون كنت تحضر وأنت صغير؟ السنافر. سنافر حلو. من مين صاحب القول الشهير بالإزم بالأنف بالحنجرة؟ جودي أبو خميس. صح. صح. أبونا أول شيء بتفطر عليه بعد الصوم الكبير غير البيضة اللي وزعوها؟ شوكولا. إذا غير البيضة شوكولا. هاي بكل الأصوان. بكل الأصوان. إذا كانت رسامة ابنك خوري على بكرة شو أهم نصيحة بتعطيها؟ بنصحه ينقي الخورية كويس إذا كان بده يتزوج. حلو. الخورية نص الخورية. حلو. أكتر حدث بتنطره كل سنة عندكم بالرعية؟ عيد الكنيسة عيد الرعية يعني رقاد السيد. ايه انا عندي كنيستين في رقاد السيد وفي مارلياس. هلا منحضر لمارلياس. اها حلو حلو. شو اول هدية جبتها للخورية؟ ما بتذكر بس ما تقول لا. حاضر حاضر. اكلي بتحبها كتير بس الخورية عم تطبخ لك اياها. في هاي الاكل نحن بنسميها قشه ما بعرف شو بتقولوها هي المصارين. اوكي صعبه. ايه. صعبه كثير. لا الخوريه ولا امي بتطبخهم فانا هلا مين ما عملها بالرعيه بيدعيني. حلو حلو. اكثر مكان بتحب تروح عليه؟ حسب حالتي النفسيه للصراحه ما كثير يعني حسب الحاله النفسيه. طيب بس تكون مزعوج لوين بتروح؟ هيك تكون متضايق بطلع على دير معين. دير بارك. شو أكتر كتاب استمتعت أنت عم بتترجم؟ هلا أنا ترجمت كتيبين صغار هدول نشروا. إذا هدول اللي بتقصدهم هو عملت كتيب عن الصوم للقديس باسيليوس. بس أكتر كتاب استمتعت فيه أنا عم بقراه بس الحقيقة ما ترجمته هلا عم بشتغل فيه هو سيرة حياة القديس ميناس. أها إن شاء الله يعني هيك ادعوا لنا إن شاء الله قريبا بيصير هيك موجود باللغة العربية. نحن بالانتظار. أبونا شو أكتر فكرة أخدينا الناس غلط عن الكهنة؟ مفكرين جايين من غير كوكب نحن وعنا وإنه نحن منزهين وإنه يعني ما كأننا مثل هالبشر مع إنه نحن من هالبشر يعني جينا من هالرعية مثل كل أولاد الرعية. نعم أبونا بآخر اللقاء تحب توجه كلمة للشباب اللي عم بيحضرونا؟ ما حدا يصير خوري. عم بمزح. لا لا اكيد ربنا يحمي الجميع والكنيسه هي بحاجه هدول الشبيبه اكيد
ونحن في فكرة لازم الكل يكونوا مقتنعين فيها إنه نحن ما فينا نستورد كهنة وما فينا نجيب كهنة بالباراشوت. يعني نحن إذا نحن أولاد الكنيسة هني ما صاروا كهنة معناتها ما قلنا نستقبل. أنا بشجع الكل على التكريس ذكوراً وإناثاً، الكنيسة بحاجة الشباب أكثر شيء. أبونا ميناس فهوم كان كاهن رعية رقاب السيدة ورعية مار الياس طرطوس برشية عكار، شكراً لوجودك معنا. الله يقويك خليلي إياكم.